أولا نشكر كل المنابر الإعلامية المتواجدة هنا محلية وجهوية ووطنية، لكم مني كل التقدير والاحترام، لأن الإعلام هو الذي يخرج كل منتوجات الفنان من الأسوار الأربعة إلى حيز الوجود ليستفيد منها مجموعة من محبي هذا المجال، حتى الذي كان لا يلتفت لهذا المجال ليصبح منتميا لمسيرة الفن. إذا نتواجد اليوم هنا بورشة فنية بالضبط بدار الفنان بمدينة تاوريرت. يتعلق الأمر بمشروعي الجديد، مشروع جديد اللي غادي يكون عبارة عن عرض. هذا العرض اللي غادي يكون فيه واحد أزيد من 50 منتوج اللي غادي يدخل العنوان ديالو في إطار البيئة، يعني اللي كيفاش الحويجات اللي مثلا غادي نديرهم اللي كيهضر معاها والحويجات اللي مثلا غادي نعاون إن شاء الله نعطيهم ونحيوهم. إذا هذا هو الدور ديال الفنان. من بعد ما السنة الفارقة كنت اشتغلت على مجموعة ديال الأشياء، منها كراسي عمومية وكذلك حاويات النفايات إلى غير ذلك. هذا الموسم إن شاء الله سنشتغل واحد الحاجة اللي غادي كاع المغاربة كاملين كاع الناس غادي يعجبهم هذا الشيء هذا، لأنه اللي غادي يشوف هذا الفيديو هذا الشيء غادي يشوفه ما عمر ما غادي يولي يعاود يرمي البنو. إذا البنو كيشكل في البيئة واحد النقطة سوداء بل أبشع وأسوأ الأشياء اللي كانت تلوث البيئة، لأنه ما كيتحللش ما كيتحل ما والو، حتى ولا يدع الضرر أنه يقدر شي واحد يبغي باش هذا البنو يتخلص منه كيمشي يحرقه، ولا حرقه راه كيخلق واحد التلوث كبير وكيخلق أضرار في الطبيعة إلى غير ذلك. إذا إن شاء الله غادي كفنان معكم أولا عبد القادر المباشر، فنان تشكيلي دائما كنبحث على أشياء اللي هي تعجب الناس المتتبعين ديالي ان شاء الله والجمهور كينتظر دائما مني الجديد. اذا الدور ديال الفنان دائما كيفاش غادي يخلق من لا شيء اشياء اللي غتولي كيأتس بها كل واحد المنازل ديالو. المشروع غادي نقدم لكم فقط واحد جوج ديال النماذج من هذا المشروع اللي ان شاء الله غادي ينتظر المغرب كامل بل المغرب العربي ودوليا كذلك، لانه هذا مشروع مهم وكيصب في البيئه. اذا غادي نشوفوا كيفاش أن أولا بديت من واحد المسيرة ديالي، البناوات اللي عندي بالسيارة ديالي حاولت وغادي نوظفهم وغادي نشوفوا كيفاش غادي نعطيوهم نحيوهم وغادي نرجعوهم للحياة، بل غادي يولي هذا البنو كل واحد اللي كيشوفو مرمي ولا شي بلاصة غادي يولي يحتفظ به وغادي بكل بساطة نعطيوه الطريقة أنه يوظفو في المنزل ديالو ويخلق منه أتات، يعني غادي يأتف به المنزل ديالو أو البيرو ديالو إلى غير ذلك. إذا غادي نوريكم الطريقة من هاد جوج النماذج، لأنه كاين مفاجآت أخرى كنتظركم إن شاء الله في المشروع اللي غادي يكون العرض ديال كيف قلت لكم أزيد من 50 منتوج اللي غادي يخرج إن شاء الله العرض ديالو إن شاء الله. إذا غادي نبداو من الأول. إذا في الأول البنو هو هذا، بعد ما هاد البنو مرميطوش جبتو غسلتو طبعا غسلوه لأن كتلقى فيه دوك سميتو، من بعد الغسل ديالو شنو كندير كنفكرو عندنا به بزاف ديال الاشياء اللي نقدروا نخرجوا منها. اذا غادي نشوفوا هذا البلو كيفاش تحول لهذا البوب او هذه الكريسه هذه. اذا هذه الكريسه هذه اللي غادي يشوفها هكذا يقدر يقول ماشي بنو ولا شي حاجه، ولكن هي بنو، وحتى الطريقه ديال اللي بغا يستعملها للجلوس راه يعني جد مريحه، وكما نقول لكم يعني شي حاجه اللي ما غاديش يعني شي حاجه اللي زوينه. اذا غادي نشوف النتيجه ونرجع لكم كيفاش اننا وصلنا لهذه النتيجه هذه. هذا كنوعدو عليه اون ميم طون نقدرو نحلوه ونديرو فيه الكتب ديالنا بحال هكا. اذا استعملو تحت فيه الكتب ها هما وتريح فوالا وتاخذ راحتك كوم الفو. دونك هذا كيفاش الطريقه ديالو، غنشوفو ندير واحد الارقام حنا مازال مازيرتوش بالبرون، علاش؟ باش تشوفو المشاهدين باش يشوفو الطريقه كيفاش. دونك الطريقه من الاولى اللي عندي النتيجه الاولى. النتيجه الثانيه غادي نرجعوا لواحد البنو كان بعدا الاخ ديال التوريز ملي كان شاف حنا تلاقاني كان لقيت واحد البنو ديال شي بسكيته ولا مبيده مرمي اللي هو هذا، حولناه الى مرآه. اذا انت اذا غادي ان شاء الله غادي لونسي عبر الانستغرام باش تبعوا الانستغرام ديالي بالباشيه ديالي بالويت اوفيسيال، غادي نبقى ننشر لي فيديو ديالي لايف باش غتبقاو تبعوا، كل واحد غادي يقدر ياتي في المنزل ديالو من لا شيء. اذا هذه غادي تصور ولات من الاف هاي فوالا.
ودرنا لها واحد الكوافز ديالها اللي هو هذا. تفضلوا هنا الاخوان، اذا شوفوا هذا الفلو ها هو، غادي نرجعوه الكوافز بالجلسه ديالو. نقدروا نزيدوا الديبتون، نحطوا هنا مزهاليه، نحطوا شي حاجه بحال هكا. فوالا هاد لا لون هادي كتباع اللي بغا منها راه موجوده. فوالا اذا هانت ولات ديرها مزهاليه تقدر تريح. دونك غادي نشوفوا نوصلوا لهذيك البلاصه هذيك، نجيبوها من هنا تقدر تريح قدام بحال هكذا من غير ما تلاوات تتت. فوالا نجي نجبد الكتاب هذا. اذا هذا كان بنو هكا شوش ولا. اذا هذه مازال ما كملتش عاد باسكو هذه هكا تحل تبدا بحال هكذا. فوالا وتريح وهانت ما لا شيء. ها هو البلو كان مرمي، ها هو الكريسه ديال الطابله. خصنا عليه واحد الزاجه ديال 400 دورو ولا درنا بها الزواقه. ها هي اذا هانت من السنوات انت خرقت واحد الحياه من واحد الحاجه اللي كانت كتلوث البيئه، كانت الناس كيشوفوا كيبغيو يتخلصوا منها ما كيلقاوش كيفاش يتخلصوا منها. اذا البنو راه اكثر من الشكر، اكثر من الميكا، لانه بزاف كيبغي يتخلص من البنو ما كيلقاش كيدير يتخلص منه. اذا هادو بعض الطرق ان شاء الله غادي ان شاء الله تكون مفاجات، لانه غتكون تقريبا واحد الزيت 50 منتوج بهذه الطريقه اللي غادي تكون مفاجات، اللي غتكون سحريه اللي غادي يشوفها غادي يدهش من لا شيء. اذا الكتاب ما يتسالي منه، نحطوه في الطابله ولا في البيتو ونرجعوا لهذا البنو ونديروا معاه. وتقدر تستعملوا ماشي غير المكتوب، الاشياء اخرى حتى. اذا غادي نشوفوا الطريقه من البدايه كيفاش درنا. اذا غادي نجيبوا الفنو معايا خاوله مدير دار الفنان ومساعده ديالي في الفن، كنشكرو على هذا المنبر. اذا خصوصا الجانب النسوي مهتم بزاف بهذا ديال التنتيج. اذا قبل ما غادي تبرزون طاف ديال البروجيكت ان شاء الله الحمد لله يوفقكم انكم تحضروا معنا هنا. اذا من بعد هو الفنو ما قسمناه صوبنا له هذه الكسوه هذه. دونك هاد الكسوة درنا لها واحد، كل واحد كان يدير له الكولور ديالو. باغ اكزومبل اذا شوف كان يدير له البسو هاد الكسوة ديالو، شتي معايا تما نزيدو دابا نصفر دابا. اذا هذا الثوب راه موجود، هاد الثوب كيتباع بزاف ديال انواع ديال الثوب. تخوا البسو لو هما جايين مزيان. اذا هذه المرحله الاولى تاعنا، ذاك البنو لبسنا له، مابقاش دابا ذاك البنو اللي كيترمى في الزنقه ولا كيترمى في شي بلايص اللي كيخلي يلوثنا البيئه. اذا هذا كيتعلق 100% واحد الميساج اللي كيصب في يعني عدم ترويت يعني الطبيعه والجو ديالنا. اذا هو دابا هذه الطريقه تاع المرحله الاولى. المرحله الثانيه كنختاروا له الكولور اللي بغيو حنايا، هذا نديرو الصفر. فوالا واحد الخشبه مدوره كنتغلب البون بحال هكذا كنخلقوا هذا. فوالا هذه المرحله الاولى. شوفوا المرحله الثانيه واش هي. المرحله الثانيه غادي نديرو هضره لينا يا خوله. اذا صنعنا واحد الطويبله صغيره بهذه الطريقه اللي هي كونفور. اذا جد مضبوطه هندسيا باش ما يطيح ولا يكون داكشي كونفور. اذا نقدروا نخليو هذا الخشب بحال هكا ونقدروا نعطيو له واحد شويه ديال لاتنت باش يعطي له شعر. هي غير تان مثلا هذا فقط ماشي هو كل شيء، بل واحد الجزء بسيط، لانه هذا فقط درناه كاشهار لهذا المشروع المستقبلي. ان شاء الله غادي يحصل شرف كبير لمدينه توريت بهذا المنتوج اللي غادي يخرج من هنا، منتوج محلي. إذا ندير هاد الوتات هادي، ممكن الإخوان يقربوا هنا باش يشوفوا الطريقة أكثر كيفاش تخلي داك الخشب هذا تاتي لو شارم اللي كيعطيه للخشب، إذا كيعطي له كيبقى هاد المعزة كتبقى كتعطي له شارم، أرتيستيكمون كتعطي له شارم. فوالا، نقعدوا طبعا بحال هكا. إذا هنا ما يحتاجش، لانه هنا
بعد غادي نجيبوا فلاتولي الزوجه ان شاء الله اللي غادي نديروها. غادي نقول الطريقه ديال لي فيس كيفاش غادي تلصق هذاك ما يبقاش يتحرك من بلاصتو. اذا من بعد ما سالينا هذه المرحله هذه نجيب لك لاطاب لا غير خلي تما هذيك المغطى ما تكون فيها الساق غادي نقول لكم فوالا ها اذا كتبقى نورمال لا طاب كيف قلنا عندنا هذا النوع هذا عندنا هذا الريزا وغادي نتكلموا على هذا النوع هذا الطريقه هذه فوالا اذا غادي نرجعوا لهذا النوع هذا عندنا طويبلات عندنا هذه ديال دي المرايه فيها بالكوبس ديالها فوالا تقدر تحط هنايا فاز مزهريه الى غير ذلك تقدر تحط هذا الديكور مثلا إذا هذا كان بلو مرمي كتخاف منه واحد الحاجة اللي هي زوينة بزاف هاد اللمبة على الزوينة هادي تقدر مثلا على حساب الجلسة كتشكلها مثلا عندك الكرسي عندك هاد البوق أحمر كتردو الحمر فوالا كتبع الديكور الديكوراسيون ديالك دونك نمشيو لهاد الغرفة الثانية إذا كيفاش غادي نطبقوا هاد لاطابل من هاد البلو هذا كنخسروا ليه فقط صباغة إذا كنجيبوا هاد لاطابل كونزا كتشوفوا كندوزوا هاد لاطابل هنا كنعطيو لها هاديك لاتات من فوق من بعدها كنجيبوا هاد البلو بحال هكا هاد لاطابل كنجيبوا هاد البلو حتى شوية نقدروا نصبغوه بالبيستولي نقدروا نصبغوه بالسؤال على حساب كل واحد وشنو يكون عنده كنجيبوا الزجاجة ديالنا باردون هادي فوالا وكتولي حتى هي هانتوما فوالا كتجي تابعة لها كل هاد الكوالي هادي فوالا هادي كيكون منها زوج فوالا إذا تشوفوا لو شارم كوشاتاني هانتوما إذا نقدر ندير لها مزهرية ولا شي حاجة نجيبو هاد القمر الموديل ندير له خاطر نقول ندير له جونك باسكو هادي عندنا فيها لو جونك فوالا إذا كنت تشدو ليكليرا هنا غادي تقريبا نشرب أكثر ديال هاد الفن هذا كيداير إذا هذه هي النتيجة ديال هذوك البنوات اللي كيخلقوا لنا تلوث في الطبيعة. إلى هنا كنشكركم الإخوان والأخت على هذه التغطية والحضور ديالكم هنا لدار الفنان. نتمنى إن شاء الله باش نلقاكم في المفاجأة اللي غتكون مشروع كبير اللي غادي تكون كما قلت لكم أزيد من 50 منتوج بهذه الطريقة هذه. كاين مفاجآت كثيرة إبداعية لدرجة أنه غادي تبقى تولي عندك شي حاجة اللي في الدار ديالك اللي هي اونيك. إذا كنشكركم إلى هنا إخواني أخواتي بغيتو تزيدو تصوروا ألف مرحبا. كنشكر الأخت خولة مديرة دار الفنان. إذا فرصة أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.